يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. النهارده طبعا عندنا أخبار كتير عن النادي الأهلي وكل ما تناولته الصحف عن النادي أو عن فريقنا فريق الكرة الأول. النهارده كمان الفريق هيستأنف تدريباته على ملعب مختار التتش في الجزيرة استعدادا لمواجهة جيما الأثيوبي في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر ليها بإذن الله يوم الأحد اللي جاي. بكرة إن شاء الله كمان الفريق هيمشي من القاهرة عشان يروح لأثيوبيا، وطبعا البعثة دي هتكون برئاسة كابتن إبراهيم الكفراوي استعدادا للقاء المرتقب والهام. أكيد يا رب إن شاء الله الفريق بإذن الله هناك يحقق الفوز ويأكد تأهله لدور المجموعات عشان طبعا يواصل مشواره في البطولة لحد ما يتوج بإذن الله المرة دي بالبطولة. هنقول لكم طبعا كل التفاصيل والأخبار والكواليس الخاصة بتدريب النهاردة. هيكون طبعا معانا مراسلنا من الاستاد مختار التتش، وكمان مجلس إدارة النادي الأهلي النهاردة برضو عنده اجتماع مهم جدا في فرع الشيخ زايد، وبرضو هيكون معانا مراسلنا من هناك عشان يقول لكم كل التفاصيل وكل الأخبار وكل اللي هيحصل في الاجتماع. أكيد طبعا هيكون لينا جولة كالعادة في أخبارنا المحلية وكمان الأخبار العالمية وأخبار محترفينا في الخارج، غير طبعا جولتنا في السوشيال ميديا وأبرز اللي جه فيها النهاردة. هيكون ضيفنا كمان أستاذ مروان صالح الناقد الرياضي في جريدة المساء، وهنبدأ حلقتنا كالعادة بأهم وأبرز العناوين. مجلس الأهلي يجتمع اليوم بالشيخ زايد. الفريق الأول يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لجيما. محمد يوسف، مواجهة جيما في أثيوبيا لن تكون سهلة. بعثة الفريق تطير لأثيوبيا غدا الخميس. تأجيل مباراة الأهلي والداخلية 72 ساعة. اتحاد الكرة يتمسك بإقامة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك. صراع إيطاليا على ضم تريزيجيه. وفي البداية هنروح نشوف ازاي تناولت الصحافة النهاردة اخبار النادي الاهلي. الاهرام، الجهاز الفني للاهلي يسلم مارتن أوسارتي ملف كامل لكل لاعبي الفريق عبد الحفيظي وعاقب صالح جمعة ومؤمن زكريا، والفريق يغادر لاثيوبيا غدا. الشروق، بعد مشاهدة مباراة النجوم من المدرجات لاسارتي يدرس تغيير طريقة لعب الأهلي. الأوروغوياني يشيد بأداء ناصر وتحركات مروان ودور هشام والسلية في منتصف الملعب. الأخبار، الأهلي يطوي صفحة الدوري مؤقتا ويطير غدا لمواجهة جيما. إشادة بعودة الروح القتالية للأحمر، وعبد الحفيظ يسبق البعثة لأثيوبيا. الجمهورية، يطير لأثيوبيا غدا بدون فتحي، مكاسب الأهلي عديدة بعد الفوز على النجوم. الأخبار المسائي، الأهلي يعدل خطته، الفريق يبدأ الاستعداد لجيما وعبد الحفيظ يسبق البعثة. مجلة الأهلي، الأحد في أديس أبيبا، الأهلي في مهمة تأمين التأهل في بلد السوبر. روز اليوسف، فاضل على القمة دستة، الأهلي في أثيوبيا غدا ويوسف فرحان بالخلطة الهجومية. المساء، الدوري يعود لاستاد القاهرة بالأهلي، الأمن وافق على إقامة مباريات الأحمر بداية من منتصف يناير. اليوم السابع، 100 مليون جنيه تهدد محاولات الأهلي استعادة رمضان صبحي في الشتاء. نروح مع حضراتكم دلوقتي سريعا لتفاصيل اهم المنشطات اللي استعرضناها دلوقتي، وهنبتدي من جريده الاهرام اللي قالت من المقرر ان يعود لاسارتي نهايه الاسبوع المقبل يوم 27 ديسمبر لتسلم مهام عمله رسميا وتحديد احتياجاته من اللاعبين المتواجدين فعليا، وان كانت المؤشرات بتبرز بوضوح الاستقرار على اعاره صبري رحيل وباسم علي واكرم توفيق بجانب اسلام محارب وميدو جابر. وعلى الجانب الفني بيعود
الفريق للتدريبات اليوم بعد الراحة السلبية واللي أخذها الفريق لمدة 24 ساعة بعد الفوز على النجوم بهدفين نظيفين والتقدم خطوة جديدة نحو مقدمة الدوري. من المقرر أن يكون ميران اليوم خفيف على أن يختتم تدريباته عصر غد بميران قوي قبل السفر مساء لأثيوبيا استعدادا لمواجهة تنجيم الأحد المقبل في إياب دور ال 32 لدوري أبطال أفريقيا. قرر الجهاز الفني توقيع عقوبة مالية على صالح جمعة بخصم 20,000 جنيه من مستحقاته بعد الأزمة اللي اندلعت في ميران المستبعدين من مواجهة النجوم علي معلول واللي التزم بالصمت ولم يرد عليه نهائيا. كمان قرر مدير الكرة توقيع عقوبة مالية على مؤمن زكريا لإلقاء التيشيرت بعد إحرازه للهدف. كمان مجلة النادي الأهلي قالت أن النادي الأهلي هيواجه جيمال أثيوبي يوم الأحد فوق أعلى أرض في القارة السمراء وأصعب أجواء مناخية ممثلة في قلة الأكسجين، وهيكون النادي الأهلي مطالب بتأمين تأهله لمرحلة دوري المجموعات في بطولة دوري الأبطال الأفريقية، والمباراة تقام في البلد اللي شهدت تتويج النادي الأهلي بكأس السوبر الأفريقي قبل 11 سنة لما قابل النادي الأهلي النجم الساحلي التونسي على الاستاد الوطني وفاز عليه بفضل ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في نسخة السوبر الأفريقي سنة 2007. كمان روز اليوسف قالت مع عودة روح الانتصارات للمارد الأحمر ووصوله للنقطة 23 بيتبقى لي 12 نقطة عشان يوصل للنقطة 35 واللي بيحتل بيها نادي الزمالك قمة الدوري العام حاليا. إن شاء الله نادي الأهلي لما يجمع ال 12 نقطة ويوصل للقمة هيكون في كلام تاني مختلف تماما ونبتدي رحلة الانفراد بالقمة والمحافظة على لقب البطولة. والفريق النهاردة رجع للتدريبات بعد حصوله على راحة امبارح بعد طبعا الفوز على النجوم بهدفين دون مقابل. طبعا بقى عشان نعرف اكتر عن استعدادات الفريق هينضم لينا عبر الهاتف شريف شعبان مراسل قناة النادي الاهلي والمتواجد حاليا في تمرين الفريق. مساء الخير عليك يا شريف. مساء الخير عليك شيما وعلى كل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان. شريف عايز اعرف منك كواليس التدريب النهاردة عاملة ازاي وايه الجديد في التدريب واخبار المستبعدين من مباراة النجوم وطبعا المصابين والغيابات اللي كانت عاملة ازاي وطبعا الاستعدادات الخاصة بلقاء جيمال اثيوبي ومين اللي هيسافر باذن الله بكرة مع الفريق الاثيوبيا. خليني اقول لك ان التمرين بدا في الرابعة عصرا وكان في محاضرة يمكن حوالي خمس دقائق للجهاز الفني بقيادة طبعا الكابتن محمد يوسف المدير الفني والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة. الكلام كان مع اللعيبة عن غلق صفحة الدوري الممتاز والتركيز فقط في مباراة جيما الاثيوبي والفوز في اثيوبيا ونغلق الملف المحلي ونركز في الملف الافريقي فقط لغير. يمكن الكابتن محمد يوسف كان حريص يعقد جلسة مطولة جدا مع محمد شريف يمكن استمرت حوالي 8 او 9 دقائق في الملعب. النهارده الظهور الاول اللاعب الانغولي جيلاردو سيلفا يمكن اول النهارده يشارك في التمرين، وكان في من قبل ما ينزل التمرين جلسه مع ركاز صدر حفيظ مدير الكره يمكن حوالي 3 4 دقائق، واللاعب اللي شافه قدامي في التقسيمه الصغيره بيتمتع بخفه حركه في تحركاته بالكره وممكن لمساته بالكره بتبين ان هو لعيب كره متميز ويمكن بيشبه في الملعب اللاعب الانجولي جيلبرتو يمكن شبهه في الملعب كده، هو اقصر منه سنه لكن هو الشبك اللي يتفرج على التقسيمه كده من بره يفتكر ان جيلبرتو هو اللي في الملعب بس هو اخف شويه اسرع شويه لمساته في الكوره مهاري باين عليه في التقسيمه اللي شغاله قدام عيني دلوقتي. يمكن النهارده كان في تدريب خفيف لبعض اللاعبين كريم نجد محمد هاني ايمن اشرف الشيخ مروان ناصر ماهر سلية يمكن عملوا تمرين طايره كده اهوت ولفوا التراك وخرجوا من التمرين. باقي اللاعبين بيجروا كان تدريب بدني قوي شويه مع الكابتن حسين عبد الدايم ودلوقتي عاملين تقسيمه في وسط الملعب الضغط والاستلام يمكن في مساحه صغيره شويه، وزي ما قلت لك اللاعب الانجولي بيظهر قدرات بيبان ان هو يعني باين ان الواحد يقول كده ان هو لعيب كوره كويس. تدريب الحراس على الجانب الاخر من الملعب شغال الان، كابتن فارس سليمان مع الشناوي مع اكرامي اللي نزل التمرين النهارده مع علي لطفي مع مصطفى شوبير. تدريب حراس على اعلى مستوى يمكن الحراس بيعلنوا جاهزيتهم الشناوي شريف علي اي منهم يشارك في هذه المباراه، الثلاثه بيعلنوا جاهزيتهم لهذه المباراه. تأهيل مستمر على الجانب الاخر محمد نجيب وصلاح محسن، التدريب التأهيلي شغال ومستمر
على جانب المسار الى الملعب، ويمكن التدريبات شغاله. مش شايف ارض ملعب هشام محمد، شايف وليد سليمان، مش شايف يعني هم يمكن ممكن يكون في اوضه اللبس، ممكن يكون في الجيم، يعني لسه هيبان بعد التمرين طبعا اسباب غيابهم ايه عن التمرين، ولكن من في ارض الملعب مش موجودين قدام عيني. يمكن النهارده هيسافر الساعه 2 بالليل الكابتن سمير عدلي والكابتن سيد عبد الحفيظ الى اثيوبيا من اجواء بعثه النادي الاهلي. بكره النادي الاهلي هيتمرن في 9 صباحا، وهيكون السفر في 10 مساء الى اثيوبيا. بنتمنى باذن الله يكون الفوز حبيب النادي الاهلي يوم الاحد القادم ان شاء الله باذن الله. شكرا ليك شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي من استاد مختار التتش. النهارده طبعا الفريق زي ما قلنا لكم رجع تاني لتدريباته، النهارده هيكون تدريب خفيف، وبكره باذن الله هيكون التدريب الاخير قبل السفر لاثيوبيا لمواجهه جيما الاثيوبي باذن الله يوم الاحد القادم في دور ال 32 من بطوله دوري ابطال افريقيا. نرجع تاني لاهم اخبارنا عن النادي الاهلي، وبنوصل لجريده المثل اللي قالت ان النادي الاهلي تلقى خطاب من هيئه استاد القاهره بتفيد باستعداد استاد القاهره انه يستقبل مباريات النادي الاهلي ابتداء من منتصف شهر يناير القادم. وقال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي ان العوده للعب على استاد القاهره كانت من اهم الملفات اللي اهتمت بها اداره لجنه المباريات، واللي بتتكون من العامري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي، وخالد الدرندلي، وابراهيم الكفراوي أعضاء المجلس، ومحمد مرجان المدير التنفيذي. ومن أهم الأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي في الصحافة، نروح نشوف أهم أخبار النادي الأهلي لكن من على مواقع الإنترنت. الموقع الرسمي للنادي الأهلي يوسف يتحدث عن مواجهة جيما الأثيوبي ودوافع الأهلي. بوابة الأهرام محمود صالح: ميزانية قطاع الناشئين بالأهلي 6 مليون سنويا، وانتظروا هؤلاء اللاعبين. الموقع الرسمي لنادي الأهلي: عبد الحفيظ وعدلي يتوجهان لأثيوبيا اليوم. صدى البلد: إكرامي ينتظم في المران الجماعي للأهلي. بوابة الشروق: الأهلي يعتمد عقد لسارتي في اجتماع بالشيخ زايد. 1-3 فتحي مبروك، أبناء الأهلي جاهزون لخدمته في أي مكان. اليوم السابع الأهلي يتدرب مرتين في أثيوبيا قبل مواجهة جيما في دوري أبطال أفريقيا. البوابة سبورت: الأهلي يصطحب الشاف دالي في رحلة أثيوبيا. الفجر الرياضي: سعد سمير يستكمل برنامجه التأهيلي. مبتدأ: السفارة المصرية بأثيوبيا تطمئن، الأهلي أمان. الموقع الرسمي لنادي الأهلي: الأهلي يؤدي ميرانو الأخير غدا قبل التوجه للمطار. بطولات: الأهلي يحدد موعد عودة محمد نجيب للمشاركة في الميران الجماعي. 1-3 أهلي 99 يواجه الزمالك غدا في بطولة الجمهورية. الشروق: اتحاد الكرة يعلن المواعيد الجديدة لمباراتي الأهلي أمام الداخلية وأنفي. ونروح مع حضراتكم سريعا لتفاصيل أهم المنشطات اللي استعرضناها دلوقتي عن أخبار النادي الأهلي في مواقع الإنترنت، ونبتدي من الموقع الرسمي للنادي الأهلي اللي قال إن كابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي أكد على صعوبة مواجهة جيما الأثيوبي والمقرر ليها الحد اللي جاي في إياب دور ال 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. وقال كمان كابتن محمد يوسف: نتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة العودة تقودنا لقطع خطوة جديدة في مشوار البطولة بالتأهل لدور المجموعات. وقال كمان أن لقاء العودة في أثيوبيا لا يقل أهمية على الإطلاق عن لقاء الذهاب الذي أقيم في برج العرب في اسكندرية، وأكد أن مباراة العودة تعد الشوط الثاني في هذا الدور الذي يسعى للفريق أن يتخطاه. وأشار يوسف أن الجهاز الفني يثق في قدرات لاعبين النادي الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية تقودهم لحجز بطاقة التأهل لدور المجموعات، وأكد أن الانتصارات الأخيرة في الدوري واستعادة الثقة زادت من دوافع اللاعبين لمواصلة الانتصارات على الصعيد الأفريقي، وده طبعا بعد الفوز ذهابا على بطل أثيوبيا.
بوابة الأهرام كمان قالت إن محمود صالح مدير اللجنة الفنية في الأهلي كشف عن أبرز اللاعبين المميزين في مراحل الشباب في الفريق الأحمر والمنتظر أن يشاركوا مع الفريق الأول مستقبلا. وقال صالح إن في لعيبة مميزين زي محمد عبد المنعم من مواليد 99 بالإضافة لمصطفى شوبير ومحمد طارق في حراسة المرمى والعديد من العناصر الأخرى. وقال كمان إن كشاف المواهب ازداد عددهم في السنين الأخيرة بشكل واضح، وقال كمان ان اللجنه الفنيه لنادي الاهلي دورها منقسم لشقين مع الفريق الاول من حيث طبعا ترشيح اللاعبين المميزين بالتنسيق مع المدير الفني، وكمان في مراحل الناشئين والشباب من خلال ضم العناصر المميزه من صغار السن. وكمان قال مدير اللجنه الفنيه عن ميزانية قطاع الناشئين في القلعه الحمراء سنويا وانها بتوصل ل 6 مليون جنيه سنويا. كمان الموقع الرسمي للنادي الاهلي قال ان كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره وسمير عدلي المدير الاداري للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي بيتوجهوا لاثيوبيا النهارده يوم الاربعاء عشان يرتبوا كل الامور المتعلقه باقامه البعثه وملاعب التدريب الخاص بمباراه جمال اثيوبيا والمقرر ليها باذن الله يوم الاحد اللي جاي في اياب دور ال 32 من بطوله دوري ابطال افريقيا. فضل كابتن سيد عبد الحفيظ وعدلي ان هم يسبقوا البعثه بيوم عشان يقدروا يطمنوا على كل الامور الخاصه والمتعلقة متعلقة بالرحلة قبل سفر بعثة النادي الأهلي. بعثة النادي الأهلي هتطير إن شاء الله بكرة يوم الخميس لأثيوبيا استعدادا لمواجهة جيما. كمان موقع صدى البلد قال ان شريف اكرامي حارس الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي بينتظم في المران الجماعي النهارده بعد ما تعافى من الاصابه اللي تعرض ليها خلال مباراه جمال اثيوبي واللي اقيمت على استاد اسكندريه في ذهاب دور ال 32 من دوري ابطال افريقيا. اشتكى اكرامي من اجهاد في العضله الضمه وما شاركش في مباراه النجوم الاخيره في الدوري. كمان بوابة الشروق قالت ان مجلس إدارة النادي الأهلي بيعقد اجتماع جديد الساعة 5 مساء النهارده يوم الأربعاء لاستكمال مناقشة عدد من الملفات اللي كان بدأها في الأسبوع اللي فات، وبيعقد الاجتماع او بيعقد النهارده في فرع النادي في الشيخ زايد، ومن المنتظر ان مجلس إدارة النادي الأهلي يعتمد التعاقد مع المدرب الجديد الأوروغواياني مارتين لاسارتي وكمان التشكيل الجديد لقطاع الكرة. وعشان نعرف تفاصيل اكتر بينضم لينا عبر الهاتف من فرع النادي الاهلي في الشيخ زايد مراسل قناه النادي الاهلي كريم احمد. مساء الخير عليك يا كريم. مساء الخير عليك يا شيماء، برحب بيك وبرحب بكل المشاهدين. اهلا بيك، وعايز اعرف منك هل بالفعل ابتدى الاجتماع الخاص بمجلس الاداره دلوقتي في الشيخ زايد او فرع النادي الاهلي في الشيخ زايد؟ بالفعل يمكن بدا الاجتماع اللي كان محدد النهارده الساعه 4 ونص عصرا هنا في فرع النادي الاهلي في الشيخ زايد برئاسه الكابتن محمود مجلس إدارة النادي الأهلي اللي كان متواجد. طيب كريم، واضح إن في مشكلة في الاتصال، فياريت تغير مكانك ونرجع لك مرة تانية نتصل بيك ونطمن منك على أخبار اجتماع مجلس الإدارة المقام حاليا أو اللي المفروض إنه ابتدى الساعة 5 مساء في فرع النادي الأهلي في الشيخ زايد. وطبعا زي ما كنا بنقول لكم دلوقتي إن أهم الملفات اللي هتطرح في طبعا ملفات الكرة وكمان اعتماد عقد المدير الفني الجديد للنادي الأهلي مارتين لاسارتي. نرجع نكمل أخبار النادي الأهلي، نروح لكريم أحمد مرة تانية. مساء الخير عليك يا كريم، وعايزك تقول لي إيه الأخبار أو إيه الجديد اللي حصل في اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي في فرع الشيخ زايد، وهل بالفعل ابتدى، ولو عندك فكرة عن أهم الملفات اللي هتطرح النهاردة خلال الاجتماع. بجد التحية لك يا شيما من جديد وبكل السادة المشاهدين. بالفعل يمكن بأكد عليكي بدأ الاجتماع الخاص بمجلس إدارة النادي الأهلي اللي كان محدد ليه النهارده في فرع الشيخ زايد 4:30 بدأ بالفعل الاجتماع، لكن يمكن نقطة مهمة جدا وهو تواجد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة الساعة 11 صباحا هنا في النادي الأهلي فرع الشيخ زايد. ملفات عديدة جدا أمام مجلس الإدارة، يمكن العمل في جميع الاتجاهات سواء الملف الإنشائي، ملف أيضا كمان الألعاب الأخرى، قطاع الناشئين، فريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللي كان فيه مجهود كبير جدا بيبذل خلال الاجتماعات الماضية للخروج صحيح. والمدير الفني الذي إن شاء الله بإذن الله يقود النادي الأهلي خلال الفترة القادمة لمسيرة الانتصارات وسلسلة الانتصارات المعتادة على
النادي الاهلي بجهاز فني من ابناء النادي، يمكن ده كان الملف الاهم خلال الفتره الماضيه. لكن كالعاده مجلس اداره النادي الاهلي في جميع الاتجاهات بيعمل النهارده يكون فيه قرارات جديده للنشاط الرياضي. بعض الملفات مطروحه امام الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره، كابتن رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الاهلي هنا متواجد، العميد محمد مرجان متواجد، فبالتاكيد وجود الكابتن رؤوف بيكون له علاقه بالملف النشاط الرياضي. فاكيد النهارده زي ما اكدنا وقلنا هيكون في ايضا لبعض الملفات الانشائيه ملفات عديده جدا يا شيماء امام مجلس الاداره بيعمل عليها بشكل كبير خلال المرحله القادمه. وايضا كمان زي ما اكدنا وقلنا يمكن العمل اللي كان اهم جدا خلال الفتره اللي فاتت وكان منتظره اعضاء النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي هو ملف قطاع كره القدم بالكامل، وعلى راسهم الجهاز الفني للنادي الاهلي. اكيد احنا متواجدين بانتظار القرارات ان شاء الله كلها تكون قرارات تصب في مصلحه النادي الاهلي، في مصلحه النشاط الرياضي بشكل عام، كره القدم ان شاء الله باذن الله في الفتره القادمه تكون النادي الاهلي في المقدمه كالعاده في كل البطولات في كل القرارات. ان شاء الله مجهود كبير باذن الله من مجلس الاداره، منتظرينه جميعا يا شيماء. شكرا لك كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي من فرع الشيخ زايد، وحيث يقام دلوقتي اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي. طبعا هنرجع مره ثانيه اكيد لكريم احمد عشان نعرف كل النتائج الخاصه بهذا الاجتماع. نرجع نكمل معاكم اخبارنا او اخبار النادي الاهلي من على مواقع الانترنت، وبنوصل لموقع 1-3 اللي قال ان كابتن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين لكره القدم في النادي الاهلي اكد ان ابناء النادي في خدمته دايما وان هم جاهزين للعمل في اي منصب طالما ان المنصب ده بيصب في مصلحه النادي. كمان اتكلم كابتن فتحي مبروك عن سعادته بتعيين هشام حنفي مساعد ليه في قطاع الناشئين، واكد ان هو اللي رشحه فعلا لهذا المنصب لان شايف ان هو بيمتلك من الخبرات الفنيه والاداريه اللي يأهله للعمل في منصب زي ده على حد وصفه، بسبب طبعا عمله السابق في فرق الناشئين وخبرته الكبيره عن القطاع وعن لاعبيه. قال كمان مدير قطاع الناشئين في النادي الاهلي ان التعامل مع الناشئين مش سهل ابدا وبيتطلب معامله خاصه عشان يقدر يخرج جيل بيتسم بشخصيته النادي الأهلي ويقدر أنه يمثله مستقبلاً. كمان اليوم السابع قال ان سمير عدلي المدير الاداري للنادي الاهلي قال ان الفريق هيتمرن مرتين في اثيوبيا استعدادا لمواجهه جيم الاثيوبي والمقرر ليها يوم الاحد اللي جاي في اياب دور ال 32 في دوري ابطال افريقيا. وقال ان التمرين الاول هيكون على ملعب من الملاعب الفرعيه اللي لم يتم تحديدها لحد دلوقتي، والثاني هيكون على ملعب المباراه. وكشف عدلي ان هو هيتم تحديد ملعب التدريب من خلال الجوله اللي هيعملها برفقه كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة عشان يطمنوا على كل الأمور المتعلقة بإقامة بعثة النادي الأهلي وتأمينها وانتقالاتها وملعب التدريب. وقال كمان سمير عدلي أن الترتيبات مستمرة مع السفارة المصرية في أثيوبيا ومسؤولين نادي جيما الأثيوبي عشان يقدروا ينسقوا بشكل شامل وكامل بشأن رحلة النادي الأهلي المنتظرة لأثيوبيا. كمان البوابة سبورت قالت ان الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم في النادي الاهلي قرر ان هو يصطحب الشيف محمد الدالي في رحلة الفريق المنتظرة لاثيوبيا لمواجهة جيما الاثيوبي والمقرر ليها يوم الاحد اللي جاي في اياب دور ال 32 في دوري ابطال افريقيا. وجه قرار اصطحاب الشيف الدالي عشان يشرف على وجبات اللاعبين خلال فترة التواجد البعثة في اثيوبيا. وطبعا لقاء الذهاب في اسكندريه انتهى لمصلحه النادي الاهلي بهدفين نظيفين. كمان الفجر الرياضي قال ان سعد سمير مدافع الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي بيستكمل برنامجه التاهيلي اللي خضع ليه تمهيدا للعوده مره ثانيه للمشاركه في التمرين الجماعي وتجهيزه للمباريات الرسميه في الفتره اللي جايه. اتعرض سعد سمير لاصابه بمزق في العضله الخلفيه، ده كان سبب في ابعاده عن المشاركه في المباريات الاخيره، وبيخضع سعد سمير لبرنامج علاجي على ان يحدد طبيب الفريق بعد العوده من رحله اثيوبيا بدايه تنفيذ اللاعب لمرحله جديده من البرنامج العلاجي والتأهيلي وبداية الجري حوالين الملعب وتنفيذ تدريبات تأهيلية. وهيتحدد طبعا ده زي ما قلت لكم بعد العودة من أثيوبيا.
كمان موقع مبتدأ قال إن السفارة المصرية في أثيوبيا بعتت رسالة بتطمئن مسؤولي النادي الأهلي قبل سفر الفريق بكرة إن شاء الله يوم الخميس لأثيوبيا لمواجهة جيما الأثيوبي يوم الحد اللي جاي في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أخطر النادي الأهلي إن هو أجل المباراة واللي كانت مفروض إنها تتلعب يوم الجمعة، أجلها 48 ساعة بسبب الأحوال الأمنية غير المستقرة في أثيوبيا بالإضافة لنشوب عدد من الحرائق. ربنا يستر. كمان الموقع الرسمي للنادي الأهلي قال إن الفريق الأول لكرة القدم في الأهلي بيؤدي ميرانو الأخير في القاهرة غدا على ملعب التتش قبل التوجه لأثيوبيا لخوض مباراة الإياب في دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا. ووفقا للبرنامج اللي تم تحديده من قبل الجهاز الفني هيأدي نادي الأهلي تمرينه بكرة العصر، وبعد كده هيتوجه الفريق للمطار لمطار القاهرة بعد نهاية التمرين استعدادا للسفر. الجهاز الفني للنادي الأهلي منح اللعيبة راحة من التمرين امبارح بعد طبعا مباراة النجوم واستأنفوا النهاردة تدريبهم. كمان موقع بطولات قال ان خالد محمود طبيب النادي الاهلي حدد ميعاد رجوع مدافع الفريق الاول محمد نجيب للمشاركه في التمرين الجماعي بعد ما غاب بسبب الاصابه خلال الفتره اللي فاتت. تعرض نجيب لقطع في الرباط الداخلي للركبه خلال النسخه اللي فاتت من دوري ابطال افريقيا، وادى برنامج علاجي وبدا مؤخرا انه يجري حوالين الملعب وينفذ بعض التدريبات التاهيليه. قال كمان الدكتور ان نجيب هيرجع للتدريبات الجماعيه بعد العوده من مواجهه جيما أبيجيفار الأثيوبي في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا، والمفروض أنه هيخضع نجيب لفحص طبي أخير بعد عودة الفريق من أثيوبيا قبل ما يشارك في التمرين الجماعي عشان يقدروا يطمئنوا على حالته. نرجع مرة تانية لموقع وان تري اللي قال إن فريق الناشئين لكرة القدم في النادي الأهلي مواليد 99 هيقابل بكرة يوم الخميس مضيفه الزمالك في ملعبه في مية عقبة في المباراة اللي بتجمع ما بينهم ضمن الجولة 17 والأخيرة من الدور الأول لبطولة الجمهورية. النادي الأهلي بيدخل اللقاء بيحاول إن هو يعوض نتيجة التعادل السلبي اللي خرج بيها من مباراته السابقة أمام المقاولين العرب، وبيسعى إن هو يحقق الفوز على نادي الزمالك في ملعبه ويكرر اللي عمله فريق مواليد 2001 الأسبوع اللي فات. بيحتل الفريق الأحمر صدارة ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعد ما حقق الفوز في 10 مباريات، تعادل في 3 مباريات، خسر في مباراتين، وبيتبقى ليه مباراة مؤجلة قصاد سموحة من الجولة الـ 15، ومن المقرر إنها تقام يوم الخميس اللي جاي في اسكندرية إن شاء الله. وبيضم الجهاز الفني للفريق مدحت طه إسماعيل مدير فني، وبيعاونه إسحاق أول مدرب عام، وأحمد عبد الظاهر مدرب، وخالد حسن مدرب لحراس المرمى، صابر سنادة الإداري، وأسامة مصطفى طبيب الفريق، وأحمد عبد الخالق أخصائي العلاج الطبيعي. كمان الشروق أو موقع الشروق قال إن أجرت لجنة مسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم بعض التعديلات على جدول مسابقة الدوري الممتاز، وده طبعا بعد قرار الاتحاد الأفريقي الكاف إن هي تأجل مباراة العودة ما بين الأهلي وجيما بيجيفار الأثيوبي في دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا عشان تقام يوم 23 ديسمبر بدل من يوم 21 ديسمبر. هي كان المفروض تكون الجمعة اللي جاية بقت يوم الأحد. قررت لجنة المسابقات إن هي تأجل مباراة الأهلي والداخلية 72 ساعة عشان تقام يوم 29 ديسمبر بدل من يوم 26 من الشهر نفسه على استاد بتروسبورت. كمان أكيد برضو اتأجل حسم ميعاد مباراة الأهلي قصاد أنبي واللي كان مقرر ليها يوم 30 ديسمبر الجالي عشان مستنيين طبعا لحد ما القرعة بتاع دوري أبطال أفريقيا تتعمل في 28 ديسمبر. وكمان قررت اللجنة إن هي تعمل تعديلات على ميعاد مباراة أنبي أمام بتروجيت، وكمان مباراة طلائع الجيش في المسابقة المحلية. مشاهدينا معانا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا.
رجعنا مرة تانية ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لأهم الأخبار المحلية والعالمية وكمان أخبار محترفينا في الخارج. اليوم السابع رفض إلغاء السوبر المصري وتحديد موعده بعد 9 يناير. سوبر كورة، مصر تقترب من مواجهة نيجيريا وديا في مارس. الفجر، الجبلية تستقر على تواجد أجياري بالاحتفالات في الكاف. فيتو، قيادات الرياضة والداخلية يحسمون ملف جماهير أمم أفريقيا 2019. البوابة نيوز، أبو ريدة يجتمع بلجنة الكاف لفحص ملاعب أمم أفريقيا 2019. الفجر، المنتخب الأولمبي ينهي الاتفاق على مواجهة هولندا وديا. الشروق، النني عن منافسه في أرسنال، إضافة كبيرة للفريق. في الجول، تقرير إيطالي، روما وبارما يراقبان، لاتسيو يريد ضم تريزيجيه. سكاي نيوز، لأول مرة مصر في نهائي مونديال الأندية. أس، رسميا أولي سولسكار مدير فني لمانشستر يونايتد. سبورت 360، ريال مدريد يتلقى الضوء الأخضر لضم بالاسيوس. كورة، برشلونة يكشف حقيقة اتفاقه مع رابيو. هنبتدي تفاصيل الأخبار مع اليوم السابع اللي قالت إن تأجل تحديد الموعد النهائي للسوبر المصري اللي هيجمع ما بين الأهلي بصفته بطل دوري النسخة اللي فاتت ونادي الزمالك بطل كأس مصر على أن يتم تحديد الميعاد بعد اختيار اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للدولة المستضيفة لأمم أفريقيا 2019 واللي بتنافس عليها مصر وجنوب أفريقيا، وده اللي هيتم حسمه في اجتماع اللجنة يوم 9 يناير في السنغال. كشف مصدر في مجلس إدارة اتحاد الكرة أن إلغاء السوبر المصري مرفوض، خصوصاً أن الطرفين هما الأهلي والزمالك، وطبعاً بسبب ضيق الوقت في مباريات الدوري وكاس مصر والبطولة الأفريقية، وأكد أنه هيتم الانتظار لحين حسم الكاف للدولة المستضيفة لأمم أفريقيا بعد سحب التنظيم من الكاميرون لعدم الانتهاء من التجهيزات واقتصار المنافسة على الفوز بشرف تنظيم هذا الحدث ما بين مصر وجنوب أفريقيا، وبعدها هيتم تحديد ميعاد السوبر والدولة المستضيفة. وأكد كمان أن الأقرب إقامة السوبر في يناير أو فبراير على أقصى تقدير. كمان موقع سوبر كورة قال أن أقرب منتخب مصر من مواجهة نيجيريا وديا خلال شهر مارس اللي جاي في إطار إعداد الفراعنة لكأس الأمم الأفريقية 2019. بتتنافس مصر مع جنوب أفريقيا على استضافة أمم أفريقيا 2019 بعد سحب الاتحاد الأفريقي تنظيمها من دولة الكاميرون بسبب عدم الجاهزية الخاصة بالملاعب والفنادق. كمان الفجر قال ان استقر الاتحاد المصري لكره القدم برئاسه هاني أبو ريدة على سفر المكسيكي خافير أجاري المدير الفني للمنتخب الوطني الاول للعاصمه السنغاليه داكار لحضور توزيع جوائز الكاف. أجاري طلب من مسؤولين الجبلية ان هو يكون متواجد برفقه البعثه اللي هتحضر الحفله عشان يقدر ان هو يدعم اللاعب منتخبنا الوطني الاول ونجم ليفربول الانجليزي محمد صلاح واللي بينافس على جائزه افضل لاعب في القاره الافريقيه. ومن المقرر أن يحضر الحفل هاني أبو ريدة رئيس الجبلية بصفته عضو في المكتب التنفيذي، كرم كردي ممثل عن اتحاد الكرة، أحمد مجاهد بصفته عضو في لجنة الكاف المكلفة بالتنظيم للحفل.
كمان فيتو قالت انه بيجري الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه اتصالات مع قيادات وزاره الداخليه للتنسيق في بعض الملفات المهمه بشان ملف مصر لاستضافه بطوله الامم الافريقيه 2019 بدل من الكاميرون، واللي تم سحب تنظيم البطوله بسبب عدم اكتمال البنيه التحتيه وبعض الملاعب. وبيسعى الوزير للحصول على الموافقات الامنيه اللازمه للملاعب اللي هتستضيف المباريات وحضور الساعه الجماهيريه الكامله. ومن المنتظر ان يحضر قيادات وزارة الرياضة خلال ساعات اجتماع ما بين مسؤولي وزارة الداخلية وممثلي اتحاد كرة القدم لإنهاء الموافقات الأمنية الخاصة بالبطولة والانتهاء من الجزء الخاص بتأمين البعثات المشاركة في البطولة في الملف اللي بتتقدم به مصر للاتحاد الأفريقي الكاف قبل نهاية الشهر الجاري. بيسعى اتحاد الكرة ووزير الرياضة لحسم ملف الجماهير وإرسال كافة الضمانات للاتحاد الأفريقي، خصوصا أنها أبرز سلبيات الملف المصري في ظل عدم حضور الجماهير في مباريات الدوري المصري بشكل كامل. كمان البوابة نيوز قالت أنه بيعقد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة اجتماع يوم الخميس مع اللجنة المكلفة من الكاف لمراجعة ملف مصر والاطلاع على الملاعب المرشحة لاستضافة أمم أفريقيا 2019. وكشف مصدر مسؤول أن رئيس الجبلية حصل على ضمانات من رئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد لاستضافة مصر للبطولة الأفريقية، وقال المصدر أن مصر بتمتلك ملف قوي جدا بيضم ملاعب وفنادق وبنية تحتية على أعلى مستوى. كمان الفجر قالت ان نجح علاء عبد العزيز المدير الاداري للمنتخب الوطني الاولمبي في انهاء الاتفاق مع الاتحاد الهولندي لكره القدم بخوض مواجهه وديه ما بين الطرفين خلال شهر مارس اللي جاي. وتلقى الجهاز الفني بقياده شوقي غريب مكالمه من المدير الاداري المتواجد في امستردام، واخطروا خلالها بالحصول على موافقه بخوض اللقاء في العاصمه الاسبانيه مدريد. كمان الشروق قالت ان اشاد محمد النني نجم المنتخب الوطني وارسنال الانجليزي بزميله الفرنسي ماتيو لاعب وسط الجانرز. النني اتكلم في تصريحاته للحساب الرسمي لنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وقال النني ماتيو لاعب جيد جدا، وقال كمان ان هو اضافه قويه للفريق خصوصا ان هو لاعب صغير في السن، وقال كمان اتفاجئت بمستواه في الملعب فهو عنده ثقه كبيره وبيمتلك مقومات من القليل ان تتواجد في اللاعبين أصحاب السن الصغير. بيحتل الأرسنال دلوقتي المركز الخامس في جدول ترتيب البريمير ليج برصيد 34 نقطة وفرق 11 نقطة عن ليفربول متصدر الجدول صاحب 45 نقطة. كمان موقع في الجول قال ان في تقرير ايطالي اتكلم او صرح ان نادي العاصمه لاتسيو عايز يضم المصري محمود حسن تريزيجيه. تقرير موقع كالتشو ميركاتو قال ان لاتسيو عارض 6 مليون يورو عشان يضم الجناح المصري واللي بيلعب لنادي قاسم باشا التركي، ولكن النادي التركي متمسك انه يحصل على 10 مليون يورو عشان يقدر يتخلى عن جناح النادي الاهلي واندرلاخت وماسكرن السابق. وقال كمان التقرير الموقع او تقرير خاص بالموقع الايطالي ان ده جاء في ظل طبعا وجود اهتمام كمان من روما وبارما في اوقات سابقه ان هما يتعاقدوا مع اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه. حقق لاعبين العين الاماراتي حسين الشحات ويحيى نادر إنجاز تاريخي بعد ما بقوا أول اثنين مصريين بيوصلوا لنهائي كاس العالم للأندية أو مونديال الأندية. تأهل العين لنهائي البطولة بعد ما فوز مثير على ريفر بلايت الأرجنتيني بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2. حسين الشحات كتب رقم خاص بيه في المباراة اللي فاتت كونه أول لاعب مصري بيسجل في مونديال الأندية بعيدا عن النادي الأهلي، وده لما سجل هدف في مرمى الترجي التونسي. وكان الحصول على المركز الثالث أفضل إنجاز للمصريين في مونديال الأندية لما فاز النادي الأهلي برضو على كلاب أمريكا المكسيكي في نسخة سنة 2006 في اليابان في مونديال الأندية.
كمان جريدة آس الأسبانية قالت أن أعلن نادي مانشستر يونايتد عن تعيين نرويجي آلي سوسيكار في منصب المدير الفني للفريق الأول الشياطين الحمر لحد نهاية الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز. ومانشستر يونايتد أعلن قبل كده طبعا أو يمكن من أيام إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من تدريب الفريق يوم الثلاث بسبب سوء النتائج في الموسم الحالي واحتلال الفريق للمركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم. سجل كمان سولسكار 126 هدف في 366 مباراة في مانشستر يونايتد ما بين 1996 و2007، وفي سنة 2008 بقى مدير فني للفريق الرديف في نادي مانشستر يونايتد قبل ما يدرب فريق نادي اف سي مالدي في النرويج، وهيتولى مسؤولية الفريق الأول رسميا وهيكون في مكانه، وكمان هيقوم النادي بإجراء عملية توظيف شاملة لمدرب من الموسم المقبل، وبينضم لي مايك فلان مدرب للفريق الأول بالإضافة لمايك كاريك وكيران ماكينا. كمان سبورت 360 قالت أن نادي ريال مدريد بقى قريب جدا من إنجاز أولى صفقات الشتوية، وده خلال محاولة التعاقد مع أحد أبرز المواهب في الأرجنتين ولجذب أنظار العديد من الأندية الكبار في أوروبا. بيتعلق طبعا الأمر بالشاب أزيكول بلاسيس لاعب ريفر بليت، وقالت تقارير أن ريال مدريد تلقى الضوء الأخضر عشان يتعاقد مع أزيكول بلاسيس خلال الانتقالات الشتوية اللي جاية، وده بعد ما تعرض فريق ريفر بليت للإقصاء من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الإمارات. قالت التقارير أن ريفر بليت كان رفض أن هو يقعد على طاولة المفاوضات مع ريال مدريد بشأن بلاسيس، طبعا ده كان بسبب أن هم كانوا منشغلين جدا في خوض مونديال الأندية في الوقت الحالي. بلاسيس عنده 20 سنة، والمبلغ المتوقع أن يدفعه في ريال مدريد هو 20 مليون يورو. كمان موقع كورة قال أن كشف نادي برشلونة حقيقة توصله لاتفاق نهائي مع الفرنسي أدريان رابيو لاعب وسط باريس سان جيرمان تمهيدا لضمه في الفترة اللي جاية. كانت تقارير فرنسية أكدت أن توصل النادي الكتالوني لاتفاق نهائي مع رابيو بعد فشل مفاوضات التجديد مع باريس سان جيرمان. وبحسب صحيفة أسبانية فإن برشلونة نفى بشكل قاطع وجود اتفاق مع رابيو، وقالت الصحيفة أن برشلونة عنده إرادة أو عنده رغبة ان هو يشتغل بشكل مثالي في الملف ده، خصوصا ان هو تفاوض مع النادي الفرنسي قبل كده عشان ياكد اهتمامه باللاعب قبل ما يقدم عرضين في الصيف اللي فات ويتم رفضهم. وكمان قالت الجريده ان برشلونه هيجري مفاوضات مع اللاعب في شهر يناير المقبل بشكل قانوني، حيث يحق للاعب ان هو يتفاوض مع اي نادي في ظل ان عقده بينتهي في الصيف المقبل. مشاهدينا معادنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقرتنا في كلام في الميديا، خليكم معنا. الأهلي رجعنا مرة تانية، دلوقتي معادنا مع جولتنا في السوشيال ميديا. هنبتدي مع ناصر ماهر واللي نشر صورة ليه على حسابه الرسمي على تويتر وعلق عليها وقال قاتل من أجل ما تحبه. كمان نشر عمرو السرية لاعب النادي الأهلي صورة على انستجرام مع بنته ليلى أو ليلي. نروح كمان لكأس العالم للأندية، نشر حسين الشحات لاعب العين الإماراتي على تويتر صور من مباراة فريقه مع ريفر بليت في قبل نهائي كأس العالم للأندية، وطبعا المباراة دي حسمها لصالح نادي العين الإماراتي بركلات الترجيح، وكتب الحمد لله على المكسب، مبروك جمهور الزعيم، عقبال النهائي إن شاء الله.
كل التوفيق إن شاء الله لحسين الشحات مع فريقه العين الإماراتي في البطولة. كمان نشرت صفحة فيفا على تويتر صورة لفريق العين وكتبت الزعيم العناوي في النهائي ليلة أخرى للذكرى للعين على ملعب هزاع بن زايد وأصل عروضه المبهرة، وكتب تاريخ جديد للأندية الإماراتية والعربية الأسيوية في كأس العالم للأندية، شكرا للروح العالية والأداء الرائع، نراكم في أبو ظبي. كمان كتب محمد نيجي جدو على تويتر مبروك للعين الإماراتي التأهل لنهائي كأس العالم للأندية، تأهل مستحق وإنجاز مشرف لكل العرب. كمان محمد عواد حارس مرمى الوحدة السعودي كتب على تويتر مبروك لنادي العين وللحارس الكبير خالد، شرفت كل حراس العرب وحسين الشحات ابن بلدي، شرفت مصر والعرب. كمان كتب الفنان نبيل الحلفاوي على تويتر ألف تهنئة لنادي العين الإماراتي، نتيجة غير متوقعة، إنجاز تاريخي بالفوز على بطل أمريكا الجنوبية وتكرار إنجاز الرجاء المغربي بالوصول للنهائي، أصدق الأمنيات بتحقيق المزيد وأنتم لها بإذن الله، مبروك يا رجالة شرفتونا. نشر كمان الشاعر أمير طعيمة صورة لفريق العين على تويتر وكتب وصول العين الإماراتي المستحق لنهائي كأس العالم للأندية شيء يدعو كل عربي للفخر، هل يفوز فريق عربي بالبطولة لأول مرة؟ لما لا؟ برافو. كمان لوكاس فاسكس لاعب ريال مدريد الأسباني نشر صورة على تويتر من تدريبات الفريق في الإمارات وكتب جاهزين لتحدي جديد. كمان نشر سيرخيو راموس قائد ريال مدريد امبارح صورة على تويتر من تدريبات الفريق في الإمارات وكتب نحن ندافع عن أعظم شارة في العالم جاهزين لبكرة. نشر كمان كورتوا حارس مرمى ريال مدريد صورة على تويتر من التدريبات وكتب كل التركيز في المرحلة القادمة كأس العالم للأندية 2018. نشرت كمان صفحة نادي برشلونة على تويتر فيديو للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أثناء تسلمه لجائزة الحذاء الذهبي للمرة الخامسة وكتبت ليونيل ميسي والحذاء الذهبي. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع تاني. كمان الأرجنتيني ليونيل ميسي نفسه نشر صورة على الانستغرام مع الأحذية الذهبية الخمسة اللي حصل عليها وكتب الحذاء الذهبي الخامس كان ممكن فقط بفضل زملائي وعائلتي والناس اللي دايما بيدعموني، شكرا للجميع على الوجود هنا. كمان رئيس نادي برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو نشر صورة مع ميسي على تويتر وكتب أنه أول فائز بجائزة الحذاء الذهبي خمس مرات، هو إنجاز استثنائي آخر لرياضي متميز، مبروك يونالي. نشر كمان سيرخيو أغويرو نجم مانشستر سيتي صورة على تويتر من مباراة ليستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية اللي انتهت بفوز المان سيتي بركلات الترجيح وكتب كنا نستحق المزيد في 90 دقيقة لكن مبروك كان أو موري كان حاضر ونحن بالفعل في الدور نص نهائي من كأس الرابطة. نشر كمان نيكولا توماندي لاعب السيتي صورة من المباراة على تويتر وكتب عمل رائع، تأهلنا للمرحلة المقبلة ونحن يد واحدة. كمان نشر الهولندي فيرجو فان دايك صورة على تويتر مع جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي أو بريمير ليج في شهر نوفمبر وكتب سعيد بالفوز بجائزة رابطة الدوري الإنجليزي كأفضل لاعب في شهر نوفمبر، شكرا لجميع المعجبين اللي صوتوا ليا وبالطبع لجميع زملائي في الفريق. كمان نشرت صفحة 433 على الإنستغرام صورة للبرتغالي جوزي مورينيو بعد إعلان مانشستر يونايتد رحيله عن قيادة الفريق وكتبت البريمير ليج لن يصبح ابدا كما كان. ماريو ماندركيتش نشر صوره على تويتر من تدريبات فريقه وكتب قضاء وقت ممتع مع عائلتي الدوليه في بيتنا الايطالي. اخيرا نشر كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي صوره على تويتر من مباراه اورليان في كاس الرابطه الفرنسيه اللي انتهت بفوز الفريق الباريسي باريس سان جيرمان 2-1 وكتب سعيد جدا بلعب المباراه رقم 150. مشاهدينا معنا دلوقتي مع فاصل سريع وبعدها ينضم لينا في الاستوديو ضيفنا دكتور مروان صالح الناقد الرياضي في جريدة المساء.
سريعا. منورنا النهارده في الاستوديو استاذ او دكتور مروان صالح الناقد الرياضي في جريده المسا. مساء الفل على حضرتك يا دكتور. اهلا، مساء الفل عليكم وعلى جماهير الاهلي واعضاء النادي الاهلي وقناه الاهلي، وربنا يوفق النادي الاهلي ان شاء الله في المباراه القادمه جيم الاثيوبي. ان شاء الله تكون مباراه سهله ان شاء الله باذن الله. يمكن من اهم الملفات اللي حصلت في الفتره اللي فاتت او في الايام اللي فاتت هو تعاقد النادي الاهلي مع المدير الفني الاوروغواياني مارتين لاسورتي. هو طبعا المدير الفني اللي كان منتظر من قبل جمهور النادي الاهلي، اللي بالهم كتير قوي بينادوا بالتعاقد مع مدير فني جديد خلفا للمدير الفني المقال صحيح باتريس كارترون. شفت ازاي تعاقد النادي الاهلي او اداره النادي الاهلي مع لاسورتي؟ والله هو الاهلي خلف كل التوقعات صحيح. كان كل شويه حد يطلع يقولوا مع فيرا مع بريرا مع اسماء كتير قوي، اجتهادات كتير جدا في الفتره اللي فاتت صحيح، اسماء كتير تم طرحها من قبل الاعلام سواء المواقع او الجرائد وتاكيدات كل شويه نلاقي صحفي طالع وتاكيد وكلام ده موثوق فيه 100%. هو كل واحد من الزملاء كل واحد من الزملاء بيجتهد وبيبص من منظور او من ناحيه معينه لقدوم المدير الفني الجديد للنادي الاهلي، وبيقول وبيطرح اسماء، والاخر الاهلي فاجئنا بمدير فني ما كانش مطروح اسمه خالص لاسارتي، مارتن لاسارتي، وطبعا ما كانش في الحسبان خالص اصلا حقيقي. وطبعا كل الشكر للجنه التعاقدات سواء الموجوده او اللي مشوا اللي كانوا موجودين في النادي الاهلي، كلهم اعتقد يعني بيحبوا الاهلي وكلهم بيأدوا عملهم باخلاص، وعشان النادي الاهلي يرتقي ويعني يصطع ويتطلع الى مكانته المفضله في الدوري مره ثانيه في الصداره. وفضل له طبعا يعني ماتش يعني 4-5 ماتشات مؤجلين، فدول هيدوا له الاولويه والافضليه. هو في المركز السادس مع المقاولين بفرق ان في ماتش بينهم، فالاهلي لديه 23 نقطه و يعني ان شاء الله ومتصدر جدول ترتيب الدوري نادي الزمالك معاه 35 نقطة بس طبعا 3 مباريات لنادي الزمالك لعبهم اكتر من النادي الاهلي. طيب خلينا نروح لتصريحات مارتن لاسارتي خلال المؤتمر اللي تم تقديمه فيه، يمكن كان اول امبارح كان يوم لقاء النادي الاهلي والنجوم اللقاء اللي طبعا فوز النادي الاهلي بهدفين نظيفين. من اهم الكلام او التصريحات اللي طلع بيها مارتن لاسارتي قال ان هو لما عرف أو لما جاله طلب أنه هو يجي النادي الأهلي كان سعيد جدا وفخور جدا أنه هو هينتمي لنادي بيعد من أكثر الأندية تتويجا بالبطولات في العالم. قال أنه هو عارف أن دي مسؤولية كبيرة، وعد الجمهور أنه هيرجع النادي الأهلي لمكانه الطبيعي. يعني أنا هقول لحضرتك على حاجة، وطبعا أي مدير فني أو أي مدرب سابق له الخبرة في أندية أوروبية أو عربية له الشرف ان هو يجي النادي الاهلي. اولا النادي الاهلي كمجلس اداره بيقوم بتوفير الامكانيات، وبدا بالفعل بحصد 3 صفقات او بالتعاقد مع 3 صفقات مهمه جدا للنادي الاهلي، وكان في بينهم صراع مع انديه ثانيه، ولكن الاهلي نجح واقتنص 3 صفقات، محمد محمود ومحمود وحيد والاخير جيرالدو الانجولي مهاجم اول اغسطس، وبيلعب الراجل ده سريع جدا وله مميزات كتيرة، ويمكن لو في فرصة نبقى نتكلم عن مميزاته. الثلاث لعيبة دول أكيد كابتن مارتن لاسارتي، هو كان في اختلاف بس عشان نبقى عارف برضو الناس في قالوا لاسارتي ومرة يقولوا لازارتي، لا هو لاسارتي، هو لاسارتي فعلا. أنا اتصلت بالكابتن محمد مرجان مارتين، اتصلت أنا بالكابتن محمد مرجان ليلة قبل المؤتمر بليلة، فبقول له عشان يبقى احنا طالعين صح دايما، قال لي لاسارتي بالاس، قلت له خلاص يبقى كده هيبقى لاسارتي على طول. فكابتن لاسارتي أو المدير الفني الجديد للنادي الأهلي الأرجواني، الراجل لديه إمكانيات ولديه تحفيز جامد، وإن شايف النادي الأهلي من أكبر الأندية الأفريقية والحاصلة على بطولات أفريقية كثيرة، وبرضه حاصل على بطولات محلية كثيرة، وشارك في مونديال الأندية 3 مرات. فالأهلي بالنسبة له هيبقى، هو قال إن الأهلي
انا جاي عشان وما رفضتش تدريب الاهلي ولا اي حاجه، وتم الاتفاق كمان ان هو يطلع من مرتبه مدرب الاحماء ومدرب المساعد اللي معاه. فده كان في خلافات من المدربين السابقين، او في كلام على المدربين السابقين انه واحد عايز يجيب الجهاز كله من معاه، الجهاز كله اجنبي معاون، عايز يجيب مش عايز يدخل حد. خلينا نتكلم عن فكره ان مدير فني جديد يجي ومعاه جهاز فني كامل جديد من غير ما يكون في يعني في جهازه المعاون مدرب مصري عنده خبره وعنده درايه بلاعيبه النادي الاهلي وعارف ايه اللي بيحصل وكواليس طبعا النادي الاهلي، هل ده كان هيكون لصالح النادي الاهلي؟ بكل التأكيد ان ما يكون في مدرب موجود زي كابتن محمد يوسف. صحيح. راجل خبره وراجل كان قاد الاهلي في 2013 وخد طبعا اخر بطوله افريقيه 2013 واللي احنا عايشين عليها لحد دلوقتي، ونتمنى طبعا ان شاء الله نوصل هذا الموسم الى النهائي الافريقي او دوره ابطال افريقيا، وكل الامنيات للنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي خلال الفتره القادمه ان شاء الله في بدايه انطلاق الدور ال 32 في دوره في دوري الالعاب دوري افريقيا او دوري ابطال افريقيا. وجود المدرب الفني او مساعد مدرب او ايا كان في الجهاز، لازم يكون في مدرب موجود عارف الفرقه من الاول، عارف شخصيه كل لاعب، عارف امتى بيتعامل مع اللعيبه، هيدي كل المعلومات وكل الداتا وكل الـ الاشياء عن كل لاعب، مهارات اللاعب، امتى يلعب، امتى يدفع بده، امتى هو. طبعا الكابتن مارتين لاسارتي هيلعب بطريقه او بيحاول هيفضل عايز يلعب بطريقه 4-2-3-1 وعايز يغير في طريقه اللعب حسب وفي تصريحاته اللي قالها حسب امكانيات كل نادي. يعني ممكن في نادي الزمالك طبعا اكيد هيبقى ليه توليفه وهيبقى ليه شكل تاني، مثلا الانديه الكبيره بيبقى لها شكل تاني، انما الانديه ممكن تكون الانديه الاقل في المستوى الفني ممكن يكون لها طريقه تانية وممكن يدفع بها بعض اللعيبه، ودي طبعا تبقى رؤيه فنيه بحته للجهاز الفني. بنقول وجود الكابتن محمد يوسف مره تانية في الجهاز هتبقى حلقه وصل. الكابتن سيد حفيظ مش ممكن هيقوم بمهام فنيه ومهام اداريه، الراجل مدير كوره هيبقى مسؤول عن مثلا ما يكون بيسافر افريقيا، هو الوقت سافر هو والكابتن سمير عدلي عشان يظبطوا الملاعب وعشان يظبطوا الاماكن الاقامه، ولكن وجود عنصر في الجهاز الفني وهو كابتن محمد يوسف في جهاز الارجواني مارتين لاثارتي ده اكيد هيبقى مكسب للنادي الاهلي ومكسب للمدير الفني انه يتعرف اكتر ويبقى في صله او يعني او هتبقى دايره الدايره هتبقى صغيره بين كابتن محمد يوسف ومارتين لاسارتي، هتبقى دايره القرب بسيطه والكلام هيبقى منقول وهيبقى هو همزه الوصل ما بينه وما بين اللعيبه وما بينه وما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ ومجلس الاداره لاحتياجاته، هو عايز ايه. وطبعا في حاجات كتير لسه، هو سافر الراجل سافر يومين ثلاثه وهيرجع تاني، هيرجع يوم 27 ان شاء الله وعشان يستلم المهمه رسميا من يوم 28 باذن الله من الكابتن محمد يوسف. اعتقد ان هو هيحضر مباراه الداخليه في الدوري وهيقود الليله، اعتقد يعني هيقود ماتش الداخليه لو اتاجل من يوم 26 ليوم 29 بالفعل هو هيجي 28 ويستلم المهمه وهيقود المباراه الداخليه في الدوري ان شاء الله، وكل الامنيات للنادي الاهلي في الماتش القادم ان شاء الله. مارتين لاسارتي من مدرسه قرويه بتهتم جدا او بتعتمد على اللعب الجماعي، على القوه، على المهاره في الكوره، مش على النجم الاوحد في الفريق. شايف ان ده ازاي هيتعامل او هيتماشى مع النادي الاهلي ومع فريقه؟ اكيد طبعا الاهلي طول عمره بيعتمدش على اللاعب الاوحد او اللاعب او النجم الاوحد زي ما بيقولوا، لا الاهلي لازم يبقى لعبه جماعي، لازم يبقى في روح جماعيه، لان الماتش اللي فات بالذات بتاع النجوم حضرتك شفتيه والجماهير كلها شافته، جماهير النادي الاهلي، ان الشوط الثاني كان احسن بكتير من الشوط الاولاني، وكان في يعني كان في فرص محققه ضايعه، مختلفين تماما. يعني شوطين تحسي ان ده شوط وده شوط يعني ممل وما فيهوش اي حاجه، يعني هو جه في مثلا هدف اول للنادي الاهلي في الشوط الاول، واللاعب نام تاني او اللعب يعني تاثر بوجود عدم وجود مهارات، ولكن في النهايه كان الشوط الاول بيتسم بالملل يعني نوعا ما، انما الشوط الثاني كان افضل كتير في مستوى الفني، في الاداء الفني، في القدرات الفنيه للاعبين، وطبعا بنزول اثنين مهريين جدا في الهجوم، وليد ازارو صحيح واللي لم يحالفه الحظ
في احراز اهدافه. وده بيفكرنا ببدايته في النادي صح. الاهلي لما جه وكان لسه يعني حقيقي. ما بداش يمكن صاحب فعلا في السنه اللي فاتت في بدايته وليد ازارو تعثر في احضار اهدافه، لكن اول ما انضم للنادي الاهلي كان يمكن فيه غضب جماهيري كبير جدا على وده برضه بيفكرنا بفلافيو صحيح نفس القصه، وكان كل اللي بيرد وقتها كان بيقول افتكروا فلافيو. فلافيو بصراحه كان نفس اللي قعد شويه يجي شهرين برضه وقعد ضيعت منه فرص وبتاع، ولكن النادي الاهلي كان قعد موسم كامل كمان يعني شهور انه ما يحرزش اهدافه، لكن موسم واحد احرز فيه هدف واحد بس في المحل، فهو بدا يتاقلم بعد كده. في لعيبه ما بتجيلهاش بس الموضوع مختلف يعني، احنا دلوقتي مش بنتكلم عن وليد ازارو ان هو لسه هيتاقلم، هو ممكن يكون عشان متاثر بالايقاف الايقاف مباراتين افريقيا والموقف اللي حصل معاه ويمكن اثر نفسيا عليه، ويمكن الكابتن محمد يوسف قعد معاه وقعد يكلمه الموقف ده ما ياثرش عليك نفسيا وتلعب وتدوله فرصه ان هو. في ناس ثانيه بتشوف ان مش بس دور المهاجم احراز اهداف، يمكن من اهم مميزات وليد ازارو انه بيفرهد كل المدافعين الفريق المنافس، عنده لياقه بدنيه عاليه وعنده سرعات وبيحاول يخترق المرمى او بيخترق الدفاعات اللي قدامه المدافعين بأي طريقة، بيخلق مساحات فعلا وبيستغل هو المساحات مع زمايله سواء صانع الألعاب سواء ولي سليمان او سواء مون زكريا او عمرو السولية او المجموعه بتاعه النادي الاهلي واحمد الشيخ اللي ظهر صحيح مروان محسن كمان مروان محسن فعلا جاب اللي عنده زي ما بيقولوا في الماتش اللي فات وظهر وضاع منه يعني اكتر من جون مع قرب انتقالات يناير، يعني كان في جرس انذار لكل اللعيبه الاهلي كل واحد لازم يبين نفسه ويشوف ويوري الناس قد ايه هو يستحق ان هو يبقى ما بين صفوف النادي الاهلي، وممكن يكونوا ما كانوش واخدين الفرصه ايام باتريس كارترون المدير الفني الفرنسي السابق للنادي الاهلي، كان هو واخد عهد على نفسه انه في لعيبه معينه كده كانت مركونه منهم احمد الشيخ ومنهم مؤمن زكريا اللي هو عاد طبعا بعد فسخ عقده مع اهلي جده. بنقول ان النادي الاهلي الفتره اللي جايه ان شاء الله هيشهد تطورات، هيشهد تعديل. صباح الجمعه كان في الفيصلي، كان فيصلي معلش سوري. هيشهد النادي الاهلي الفتره القادمه هيشهد تطوير، هيشهد تقدم في المستوى الفني، هيشهد تطوير بوجود المدير الفني الجديد. اعتقد ان النادي الاهلي هيبقى فيه التزام، هيبقى فيه بالرغم ان حصل موقف بتاع مؤمن زكريا اللي فات في ماتش النجوم لما قلع الفانيلا لما طيب يعني يمكن ده بس يعني من شدة فرحته وقهرته يعني بعد صيام تهديفي طويل صحيح يعني ممكن يكون هو ده يعني هو ده اكيد اللي حس بيه اللاعب بس برغم كده برضو كابتن سيد عبد الحفيظ وقع عليه عقوبة مالية. بصي هي بصي المدير الكرة الشاطر او المدير الفني الشاطر ما يفرقش في توقيع العقوبات او الغرامات او الثواب او العقاب في اي وقت واي لاعب عشان يبقى كله سواسيه عشان ما فيش لاعب يحس انه مضطهد. كابتن سيد كان ليه تصريح ذكي جدا، قال انا فعلا سعيد جدا بعودته بس برضه هيتعاقب. يعني هو بيضرب عصفورين بحجر الكابتن سيد عشان ما يزعلش اللاعب ويقول له انت كويس جدا، وهو قال نفسه كابتن سيد عبد الحفيظ ان اللاعب ده هيشهد، وانا بقول بضم صوتي لصوت الكابتن سيد عبد الحفيظ ان المؤمن زكريا هيشهد او النادي الاهلي هيشهد مؤمن زكريا في صبه الجديد بعد عودته وتالقه، وان شاء الله هيكون في المباريات القادمه في المباريات القادمه هيكون مؤمن زكريا يعني هيبقى ورقه رابحه للنادي الاهلي وصانع العاب جيد جدا من النوع الممتاز وبيخترق دفاعات اي فرقه قدامه وبيقترب من المرمى بصوره يعني تحس هو لديه خبره لعبه في الفيصلي ولعبه في الاهلي قبل كده ولعبه وهو جاي يعني توليفه بتاعته مؤمن زكريا او صحيح. او كلاعب عنده مؤمن زكريا مجموعة ده خبرات. في يوم من الايام كان الاعلام كله صبح ليل نهار الاعلام الرياضي ما فيش غير مؤمن زكريا اتخانق مؤمن زكريا زعلان مؤمن زكريا غضبان من الاهلي مؤمن زكريا مش عايز يجدد تنافس الاهلي والزمالك على مؤمن زكريا وكان في حاجات كتير جدا يمكن دايماً في وقت من الاوقات كان مؤمن زكريا بيتصدر مشهد الرياضه او الساحه الرياضيه الاعلام الرياضي فعلا زي لعيبه كانت موجوده على الساحه منها رضا عبد العال اللي جه الاهلي ب 625000 جنيه وكان اغلى لاعب في هذا الوقت وهذا الجيل ومنهم لعيبه كتير اللي راحت للاهلي وراحت للزمالك فهو مؤمن زكريا كان زي ما بيقولوا ورقه إعلامية لكل المواقع ولكل القنوات ولكل الجرائد
فكابتن مؤمن زكريا ربنا يوفقه مع كل مع النادي الاهلي خلال الفتره القادمه، وهو صانع العاب جيد جدا، وهو اعتقد يعني هو مؤمن سليمان هو وليد سليمان تقريبا بيعملوا ثنائي كويس جدا برضه، ما مخلش وليد سليمان حقه لانه غايب كان بقاله كام ماتش لاصابته، وربنا يوفقه ان شاء الله الفتره القادمه. مؤمن سليمان حقيقي وليد سليمان من يعني الاثنين دخلوا في بعض كوننا اسم جديد. وليد سليمان حقيقي من اللعيبه اللي يعني لا خلاف عليها خصوصا في الموسم الحالي. الموسم الحالي وليد سليمان من اللعيبه المحترمه، اللعيبه المجتهدين، اللعيبه لديهم صبر وطوله بال، وادى بلاء حسن خلال الماتشات اللي فاتت وبالذات في افريقيا وبالذات في الدوري، وطبعا كان بيقول لي اجيري بيقدم ورق اعتماده لاجيري المدير الفني المنتخب ولم يلتفت له اجيري، يعني انا كان عندي صانع العاب جاهز راح اجيب واحد انا ما بيلعبش في ماتشات، انت عندك راجل بيلعب افريقيا وبيلعب دوري عام وبيلعب دوري، وكنا كان في اوقات الاهلي بيلعب اربع بطولات يعني عرب، بطوله عربيه، بطوله دوري العاب، بطوله ابطال افريقيا، بيلعب في دوري العام وبيلعب في كاس مصر، اربع بطولات، وكان صانع العاب وكان بيجيب اجوان وكان بيشوف اتظلم، ومتخصص ضربات ثابته في النادي الاهلي، ما خدش حقه بعدم انضمامه للمنتخب المصري. واعتقد يا رب الايام اللي جايه لو ان شاء الله مصر تنظمت كاس الامم الافريقيه او بطوله الامم الافريقيه، اتوقع ان ده حاجه ممكن تحصل، يعني احنا مش عارفين ندخل الجمهور ماتشات الدوري العام، احنا سامحين ب 5000 احنا شخص بس يدخلوا المباريات، وكمان 5000 دول من 3.5 مفروض يكونوا اعضاء في الانديه، يمكن الموضوع اكيد مش سهوله. هو اللي هقول لحضرتك الحاجه، هو طبعا انا شايفه اصلي تفاؤل كبير قوي في الاعلام وفي الصحافه بيتكلموا عن امكانيه تنظيم مصر لبطوله مهمه، كان 2019 الموضوع مش بالسهوله دي ابدا. بعد انسحاب الكاميرون من تنظيم البطوله، او بعد سحب الكاف بالاصح، يعني القرار الصحيح بعد والمغرب كمان، بعد سحب الكاف البطوله من الكاميرون لعدم جديتها في بعد زياره للملاعب اللي تم يتم انجازها والتطوير المناسب لبطوله الامم الافريقيه، وطبعا هيبقى فيها 24 فريق طبعا، او لا 32 فريق طبعا، هتبقى بطوله ثقيله طبعا. 24 ماشي. انا بس المعلومه دخلت معايا، عشان هيبقى ده اول مره يلعبوا 24 فريق يلعبوا في البطوله، يعني محتاج انت على الاقل 6 ملاعب يعني هيبقى 6 مجموعات، 6 × 4 هيبقى ب 24، يبقى انت محتاج 6 ملاعب على الاقل. مصر اعلنت ان هيكون في القاهره، اسكندريه، السويس، اسماعيليه. هو ده كله اجتهادات برضه زي ما انا اقول لحضرتك، واتحاد الكوره عنده اجتماع ان شاء الله يوم الجمعه القادم. لا الكلام ده كان من اتحاد الكوره. اتحاد الكوره، ما انا هقول لحضرتك بقى، هنمشي رسمي بقى ونتكلم رسمي ونتكلم الكلام الصحيح. الدكتور اشرف صبحي لما تم سؤاله بعد ما انسحب او سحب البطوله من الامم الافريقيه، انا حتى حاولت اكلمه او اكلم حد من الوزاره، طب يا جماعه قولوا لنا الوزاره هتستعد. طبعا صعب ان انا اخد قرار في يوم وليله، لازم اخد راي الحكومه، موافقه الحكومه الاول ان انا هنظم. والاهم اكيد الموافقات الامنيه. ما انا بقول لحضرتك، ما هي دي موافقه الحكومه، لو الحكومه وافقت اكيد وزير الداخليه بيبقى قاعد في اجتماع مجلس وزراء، يا جماعه احنا هننظم بطوله الامم الافريقيه، ايه رايكم؟ وزير الرياضه بيتقدم بطلب رسمي للحكومه. والله اذا الحكومه وافقت اهلا وسهلا، بس في 100 خط تحت زي الجماهير زي ما حضرتك بتقولي. احنا في الدوري ايوه، احنا نتمنى كاعلام وكصحفيين وكميديا وكجماهير ان مصر ترجع تنظم، لان مصر لها الرياده في تنظيم البطولات الافريقيه والعالميه والدوليه في كل الالعاب الرياضيه واولهم كره القدم. احنا نظمنا 2006 نظمنا دورة الألعاب الأفريقية 91 وكان فيها كل الألعاب، ونظمنا كأس عالم 2008 كأس عالم للشباب، ونظمنا كأس عالم للناشئين 97، يعني 4 بطولات كبار جدا نظمناهم. ومصر عندها او لديها الامكانيات والقدره من البنيه التحتيه والاستادات والرياضات انها تمثل، والفنادق، ويبقى بفضل الجماهير اللي هي كان حصل ازمه من بعد موقعة 2012
2012 بعد ما وقعت او مش عايز اقول مذبحه بورسعيد راح ضحيتها 74 شخص ان شاء الله في الجنه باذن الله، فربنا يرحمهم ويغفر لهم. الامن طبعا كتر خيره، والدنيا كانت بعد ثوره يمكن توقفت الرياضه المصريه كلها لسنين. طيب خلينا بس يا دكتور نطلع دلوقتي الفاصل سريع ونرجع نتكلم في الملف المهم ده. اتفضل فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم. رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم لقانا مع دكتور مروان صالح الناقد الرياضي في جريده المسا. كنا بنتكلم عن تنظيم مصر لبطوله الكان 2019 او بطوله امم افريقيا 2019. كنا بنتكلم قد ايه مصر مستعده، اكيد طبعا لو بنتكلم على مواصلات، بنيه تحتيه، فنادق، كمان الملاعب المستضيفه للقاءات. كنا بنقول كمان ان يمكن اتحاد الكوره اتكلم عن الملاعب اللي ممكن تستضيف المباريات في القاهره، في اسكندريه، في السويس واسماعيلية. أكيد مصر مستعدة من حيث الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي. يمكن العقبة الوحيدة اللي بنتكلم عنها هي الجمهور. أكيد بطولة مهمة زي دي أهم حاجة فيها هو الجمهور. الجمهور إزاي يقدر يحضر المباريات، وإزاي يتم تأمين الجمهور، تأمين كمان المنتخبات القادمة للمشاركة. احنا بنقول 24 منتخب أو 24 فريق يحضروا للقاهرة. استعبات طبعا امنيه، واكيد طبعا القرار في الاخر هيرجع للجهات الامنيه، هل هتقدر ان هي او احنا ظروفنا تسمح في الوقت الحالي ان احنا نامن الفرق دي والملاعب والجماهير ولا لا؟ والله انا يعني زي ما حضرتك قلتي في قبل الفاصل بتقولي ان في تفاؤل اعلامي او تفاؤل من ناحيه التنظيم، واحنا نفسنا ننظم بطوله عشان نزيل حته ان الجماهير صحيح ما بتحضرش، الجماهير بتيجي، وعشان كمان هو هي البطوله هتبقى حتى بيطلبوا تاجيلها شويه عشان تبقى في وقت ما يكونش فيه مدارس او امتحانات او ما يكونش في رمضان، كمان تيجي بعد رمضان على اساس ان يتم تنظيمها في وقت مناسب لكل الجماهير، نرجع الجماهير العائليه او الجمهور العائلي اللي كان بيروح وشفناه في 2006 كان بيبقى الاب والام والابن والاخ والاخت كلهم رايحين يتفرجوا على منتخب مصر. يا ريت احنا عايزين نرجع دي. صحيح. فطبعا لازم يكون في تكاتف من الاعلام ومن الحكومه ومن الجهات الاهليه سواء اتحاد كوره او اللجنه الاولمبيه او وزاره الشباب وكل فيما يخصه ان 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 البطوله دي لو تم تنظيمها ان شاء الله باذن الله في مصر يبقى لازم، وخدنا الموافقة والحكومة ادت كارت احمر او زي ما بيقولوا الضوء الاخضر ان البطولة دي تتنظم، يبقى لازم هيبقى في تحركات سريعة جدا. صحيح. لان الوقت ما بقاش مساعدنا، قدامك 6 شهور هتبدأ لازم لما نستضيف حدث ده نطلعه بأحسن صورة مشرفة بأحسن صورة باسم مصر، ويكون على غرار 2006، على غرار 1907 بطولة العالم للناشئين في 97، على غرار بطولة دورة الألعاب الأفريقية. مصر دايما رائدة في التنظيم. يبقى لازم يبقى فيه تكامل، لازم نبقى فيه حاجة اسمها حوار مجتمعي مع الجماهير في كل مكان في كل المحافظات. يا جماعة احنا هننظم، لازم يبقى يكون فيه جماهير هتكون على مستوى الحدث وتحضر وتشجع تشجيع مثالي. مش عايزين بقى ما حدث في 2012 وما بعدها، فيجب ان احنا كلنا نتكاتف وراء هذا القرار. أكيد. سواء ان شاء الله وكل الامنيات لاتحاد الكرة الحالي، طبعا هو بيشهد ان هو راح كاس العالم السابقه وتاهل البطوله كمان، فدي فرصه كبيره ان هو ينظم البطوله، وممكن ان شاء الله فرصه كبيره ان احنا نحصل على البطوله. ده يبقى خير لمصر وخير لشعب مصر. أكيد. وللكره المصريه في جمهوريه مصر العربيه. صحيح. طيب نرجع للنادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي اللي اكيد مستنيه تحديات جديده في الفتره اللي جايه. في مجلس اداره دلوقتي او في اجتماع لمجلس الاداره دلوقتي زي ما حضرتك شايف، ده الاجتماع في مقر النادي الاهلي في الشيخ زايد. طبعا
الاجتماع ده تكمله للاجتماع اللي كان موجود الاسبوع اللي فات برضه في الشيخ زايد. هو طبعا الاهلي في الشيخ زايد في ملفات كتيره لسه مفتوحه لم يتم البت فيها او حسمها، ولكن من اهم الملفات اللي هتطرح النهارده هو طبعا تصديق العقد اعتماده عقد مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للنادي الاهلي، والصفقات الجديده للنادي الاهلي الثلاثه اللي تم التعاقد معهم، محمد محمود ومحمود وحيد وجيرالدو اللاعب الانجولي اول اغسطس الانجولي. هو لاعب كويس جدا بيتميز بسرعات عاليه وبيتميز النهارده ظهر لاول مره في تدريب النادي الاهلي وله مواصفات وقدرات فنيه وبدنيه عاليه. اللاعب ده صانع العاب على طراز جيد جدا، وهو ان شاء الله اتنبأ له ان شاء الله هيكون يعني موفق في النادي الاهلي، هو وبقيه الصفقات اللي تعاقد عليها النادي الاهلي ان شاء الله الفتره الجايه. الاهلي زي ما بيقول هنقول شهر يناير او فبراير بالتحديد، لان في اعتقد صفقه او اثنين في الطريق تانيين للنادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي دايما بيشتغل في السريه التامه وصمت وما بيحبش يعلن عن صفقاته، وده الاحسن. وطبعا ده اكيد انا معاهم كل مع ان احنا بنتعب احنا كصحفيين ان احنا نحصل على المعلومه، ولكن ده برضو احنا بنساعدهم. والله هم قالوا لنا معلومه بنقول عليها، لقينا في اجتهاد او احنا بنمشي ورا معلومه بنحاول نجيبها بنجيبها. الاهلي الصفقات دي هتبدا تنتظم مع النادي الاهلي محمد محمود ومحمود وحيد بعد انتهاء او مع بدايه يناير ان شاء الله، في اخر شهر ديسمبر هيبداوا ينضموا، واكيد هينضموا في توقيت مناسب مع بدايه او تولي المهام الفنيه لمارتين لاسارتي المدير الفني الجديد للنادي الاهلي، عشان يبدا يوظفهم ويبدا يشكل بقى ويبدا يعمل طرق اللعب على حسب كل ماتش سواء محلي او افريقي. صحيح. شكرا ليك دكتور مروان صالح الناقد الرياضي في جريده المصري، نورتنا النهارده اكيد في كلام في الميديا. شكرا لحضرتك وشكرا لقناه النادي الاهلي على الاستضافه الجميله، ودايما موفقين في نقل الاحداث الاهلاويه والغير اهلاويه. وشكرا يا ست. شكرا ليكم مشاهدينا، اشوفكم ان شاء الله يوم السبت القادم في حلقه جديده من كلام في الميديا الساعه 5 مساء. بكره هيكون معاكم زميلي امير هشام في حلقه جديده برضه من كلام في الميديا. يوم سعيد عليكم.